السلام عليكم أبطال. اليوم تم رفع الميزان للبطلين جمال بن صديق وريكو بيروبن. لقد اقتربت ساعة الحسم. المواجهة بين البطلين وجها لوجه، ضبط الأنفس. جمال بن صديق يسلم لأول مرة على ريكو فيرهوفن. لقد تغير جمال بن صديق كثيرا. أنا لست نفس الشخص، فقد تغيرت عقلانيا وجسمانيا وحتى في الأداء والقوة. سنلتقي يوم 23 يونيو.